المونديال لان كلام مهم قوي. دكتور احمد الف مبروك. الله يبارك. احصائياتك في متابعه انجاز الباسكت. خلينا نقول ان النادي الاهلي عنده مشروع كويس جدا في كره السله، ماشي بشكل كويس، عنده جيل ذهبي. انا شايف ان اوجوستي بوش ده صفقه القرن في نادي السله، في كره السله. كره السله هايل للامانه، يعني صفقه صحيح. القرن. النادي الاهلي جاب مدرب كويس، مدرب ممتاز قوي، وعمل جيل كويس ولاعيبه كويسه، جاب صفقات، قدر ان هو يجيب صفقات كويسه على راسهم طبعا ايهاب امين، اكتر من لاعب مميز، عندنا جيل مميز ذهبي. خلينا نقول ان الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته واللعيبه طبعا والجهاز الفني. ده دوري المرتبط ده للمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي والمره الثالثه على التوالي. السنه الثالثه على التوالي النادي الاهلي بيحقق دوري المرتبط، ودي البطوله رقم 28 في كره السله لرجال للنادي الاهلي. 28 ايه هم 28؟ برضو نقولهم الدوري المصري، النادي الدوري السوبر، يعني النادي الاهلي اخده 6 مرات سنه 88 89 سنه 99 2000 سنه 2000 2001 2011 2012 2015 2016 و 2021 2022 هنبص 2021 2022 دي مع اوجوستي بوش. نيجي لكاس مصر 10 مرات 88 و93 و95 و99 و2004 و2007 و2009 و2011 و2018 و2022 10 كاس. دوري المرتبط اللي هي بتاعت النهارده ديت 8 مرات، مين هم الثمان مرات؟ 2005 2006 2006 2007 2016 2017 2017 2018 2018 2019 والثلاث سنين الاخر اللي هم 20 21 21 22 و 2022 20 23. نيجي بعد كده لبطولات افريقيا، النادي الاهلي اخذ في السله ابطال الكؤوس مرتين سنه 98 وسنه 2000 وبطوله افريقيا للابطال مره واحده كانت سنه 2016، والبطوله العربيه برضو كانت لاول مره في تاريخ النادي الاهلي مع جوستي بوش 2021. فانت بتتكلم في 28 بطوله، منهم سته كمان، في ست بطولات حققهم جوستي بوش ما شاء الله. مع دي البطوله السادسه النهارده لاوجوستي بوش. ده بنقول ان ده جيل ذهبي، والنادي الاهلي عامل مشروع محترم يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو مركز في كره السله، ان هو بدا في الحته دي ان هو عامل مشروع. دي البطوله السادسه النادي الاهلي مع اوجوستي بوش، اخذ 2 دوري مرتبط، اخذ دوري منطقه القاهره، اخذ بطوله عربيه، اخذ كاس مصر، واخذ دوري سوبر. 6 بطولات النهارده، دي البطوله السادسه لاوجوستي بوش مع النادي الاهلي في كره السله، وهو متولي المهمه من حوالي سنه وربع يعني بالكثير. ما فيش يعني، فيش 17 شهر. ده مشروع مهم شهر. جدا ده مشروع مهم وحصاد رائع الحقيقه، والقيمه بتاعته في المرتبط. انا لما بتكلم 3 سنين ورا بعض في المرتبط، دي بطولات اوجوستي بوش مع الاهلي. لكن لما بتكلم على المرتبط في دلاله المستقبل يا دكتور، انا بتكلم 3 مواسم ورا بعض في الفوز بالمرتبط. يعني الولاد اللي كان 16 سنه في اول بطوله النهارده بتتكلم في 19 سنه، يعني هم كمان الدعم الكبير للفريق الاول. دي حاجه حلوه قوي في كره السله موجوده في دوري السله، ان ده بيخليك يجبرك على الاهتمام بالناشئين. بالظبط. ان انت النهارده نتيجه المرتبط، يعني اللي كسب النادي الاهلي يحسب للشباب برضو. الشباب طبعا كسبوا الماتشين. طبعا. سهلوا لك المساله، كسبوا الاتحاد المره اللي فاتت من يومين والنهارده. بالظبط. فسهلوا من ال4 ماتشات بتتحسب ماتشين لو صحيح. الشباب فبالتالي غصب عن الانديه ان هي بتهتم بالشباب. فدي حاجه بتحسب لاتحاد السله بصراحه، وعاملها بجديه، عامل ربط ما بين فريق المرتبط وفريق. هو فكره الهاندبول، ما بدايه نهضه كره اليد في منتصف التسعينات كانت كده، انك تبدا تفرض دوري مرتبط فالانديه تهتم بالاثنين مع بعض. دي فكره المهندس حسن مصطفى. دكتور حسن مصطفى. الدكتور حسن مصطفى اللي المباراه في الصاله بتاعته النهارده. طبعا.